يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض العلماء في أشراط الساعة يذكرون حديثا الدنيا 7000 سنة، هل هذا حديث صحيح وما حكمه؟ هذا من تخرصات الخاطئة، لا يعلم قيام الساعة إلا الله، ولكن عبث الإنسان، الإنسان بعض الناس يعبث، وهذا من عبث بعض الناس. نعم، تدعي علم شيء لم يحدده الله عز وجل. نعم.